أطلق مكتب مجلس النواب دراسة حول القيم المجتمعية. كما تعلمون أنه مباشرة بعد الانتخابات هناك كان واحد نوع ديال التحول كبير جدا في المجتمع المغربي، عبر بتصويت يخالف تماما ما كنا نعيشه من التقاليد. فطرحنا على أنفسنا سؤالا، هل هذه المرحلة، هل السيدات والسادة النواب في هذه المرحلة يستجيبون لنفس التطلعات القديمة؟ وباش نكونوا موضوعيين وباش نكونوا في صلب الاهتمامات ديال المواطن، التطلعات ديالو، أطلقنا هذه الدراسة السوسيولوجية التي أخذت سنة من الاشتغال واللي شملت جميع الأقاليم وجهات المملكة، والنتائج ديالها اليوم تم عرضها بشكل موضوعي بعيدا عن أي ضغوطات أو أهداف معينة. هدف واحد هي توفير جودة الحياة للمواطن عبر توفير مجموعة أو احترام مجموعة من القيم اللي عبروا عليها المواطنات والمواطنين في هذه الدراسة، واللي مرتبطة كذلك بالقيم المؤسساتية، ليس فقط القيم الفردية، كذلك القيم المؤسساتية في المدرسة، في الأسرة، في العلاقة بين الزوجين، في الإعلام، في المحكمة، في الأمن، في العدالة، في الإعلام، في الإدارة، في المنتخبين إلى غير ذلك، يعني جميع المؤسسات والصحة. ولهذا احنا اليوم غناخذوا هذه الدراسه وغادي نوزعوها على اللجان باش تاخذ منها الخلاصات باش يمكن لنا نتاقلموا مع التطور اللي كيعرفوا المجتمع. كان لقاء يعني بغرض تقديم نتائج دراسه ميدانيه تم انجازها في المغرب برمته، من طنجه الى القويره، يعني وهي دراسة يعني قام بإنجازها باحثون جامعيون، فريق عمل جامعي بالأساس، وكان بحث ميداني كمي وكيفي نفس الوقت. وكان هناك يعني أيضا يعني واحد التحليل وثائقي لمختلف الدراسات والوثائق المتعلقة بالتفعيل المؤسسي للقيم في المجتمع المغربي. وطبعا هذه الدراسة يعني بينت على انه القيم ما زال يتعين علينا بذل المزيد من الجهود لتفعيل القيم، مثل قيم التضامن، الثقة، المساعدة، المشاركة، الغيرية، المسؤولية إلى غير ذلك. القيم يعني عديدة ومتعددة، ويعني وحاولنا أن نرى يعني ما هي القيم التي ينتظر المغاربة تفعيلها في المجتمع وفي أي مؤسسات بالضبط، وأين يوجد النقص في تفعيل هذه القيم، وأين وإلى أي حد هم راضون أو راضون جزئيا فقط أو غير راضين عن تفعيل هذه القيم في مؤسسات بعينها. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.